صباح الخير يا بنات، عاملين ايه؟ كل سنة طيبين، عيد مبارك عليكم. وانا بستعد اهو عشان خاطر العيد بقى وكده. دي الضوافر اللي كنت قلت لكم عليها، اللي هي الاكلاريك او العظم زي ما بعض الناس بتسميها. وانا قصيتها واستخدمت تولز معينة عشان خاطر اقصها وتبقى بالشكل الناتشرال. دي حاول اوريكم التولز المستخدمة، القصافة دي تمام قصيتها عشان تبقى ده الطول اللي هيحسه مناسب. هي دي الضوافر، انا كنت منزلة بيها فيديو، حاول اطلعها لكم. هي دي الشكل بتاعها. اوكي، هي اصلا مش طويلة قوي، بس انتي تقدري تقصريها بالشكل اللي انتي حباه. اوكي، انا استخدمت من العلبة دي، طلعت الاطوال طبعا، وبعد كده قصيتها بالقصافة دي، وحطيت اللون الكشمير ده من يلو 166. لو حابين اعمل لكم فيديو واوريكم ازاي نحط الضوافر وتبقى بالشكل الناتشرال دي، هستنى رأيكم فتحت الستوري. لسه مخلصتش، لسه هحط لها شوية اضافات، وعندي تولز تانية عشان خاطر شوية اضافات، زي اني مثلا هرسم عليها بالآلة بتاعت كونات دي. البراند دي انا جايباها من كذا سنة، سنين كتيرة جدا، يعني من 9 سنين، من 10 سنين، كانت موجودة في مصر. للأسف هي استنباط كده، نزل منها طبعا الكوبي، ولكن انا كان عندي منها الاوريجينال. بصراحة انا كنت جايبة 2 قلتين، يعني دي الاشكال بتاعتهم. استنوا، كان في استنبة صغيرة، هما دول كده، وكان في اسطمبة صغيرة دلوقتي مش عارفة راحت فين. دي اللي انا كنت المفروض احطها، اهي دي كانت جاية مع دي كده، ودي ازازة مانيكير جاية معاها. دي المفروض ان هي ترافل سايز، عشان لو انتي رايحة في مكان تمام. فكرتها انك بتحطي المانيكير على اي شكل انتي عايزاه، وبعد كده بتشليه بالآلة دي، وبعد كده بتاخديه بالاسطمبة وتحطيه على الضافر. ودي هنا كانت اسطمبات كبيرة، فيك اكتر منها من شكل. كنت حابة اشتري اسطمبات تانية، بس للأسف الآلة غالبا ما بقيتش موجودة الفروع بتاعتها في مصر، لكن انا حسرش عليها لان انا محتاجة اسطمبات تانية كتير. بس هخلص الشكل واوريه لكم. بس كده يا بنات انا خلصت، حطيت مانيكير جلاتري من ايسنس اهو. يا رب بس الفوكس يوضح، مش عارفة درجة كام، بس هو جلاتري كده تمام اهو. حطيته في الصباع ده، في الايدين طبعا، بس انا عشان بصور بالايد التانية. وحطيت بالستامب اللي انا قلتلكو عليها، اللي هي النيل كوناد. اخترت الفراشة وحطيتها على الصباعين دول. يا رب بس مش عارفة الفوكس مش راضي يوضح لي. اهو، وهنا في الصباع ده. وكمان حطيت طبقة جلوسي من مانيكير تشاو جل. بس كده ده كان اللوك بتاع ضوافر العيد. لو حابين ريفيو مفصل ازاي نعمل الضوافر باي شكل انتوا حابينه، باي ديزاين بالستبس، ردوا عليا في الستوري. وهحاول كمان انزل زي الستوري دي زي فيديو قصير برضو على الانستا، عشان تكتبوا لي كومنتس تحته. ولو عجبكم ابعتوا لي شكل ضوافركم والمانيكير بتاع العيد. ويلا اشوفكم على خير، كل سنة طيبين، باي باي.